يقول: أنا أعمل في إحدى المؤسسات الأهلية وأتقاضى راتباً يعادل 1000 ريال سعودي، وكنت مقتنعاً بهذا الراتب لمدة 3 سنوات، وفي يوم فكرت النفس الأمارة: كيف أحصل على مال كثير وبأي وسيلة كان؟ هل أنهب؟ هل أسرق؟ المهم أن أكثر المال. وفي يوم سرقت مرة ومرة ومرة، وكانت السرقة في دمي، مع العلم أنني أصلي وأصوم وأزكي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأديت فريضة الحج وتزوجت والحمد لله، وأنا الذي أريد أن أقلع عن هذا الذنب الكبير. فضيلة الشيخ، أريد أن أرد المال لصاحبه من غير أن يعرف أنني كنت أخونه في يوم من الأيام. كيف أرد المال الذي سرقته مع العلم أنني في المؤسسة وليس بيننا حساب؟ جزاكم الله خيرا، وقد حسبت الفلوس الموجودة والمصاريف من يوم أن أخذت ذلك المبلغ فوجدتها 1030 ريال. جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن ترد المبلغ إلى صاحبه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموال لكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأموال الناس محترمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المظالم إلى أهلها قبل يوم الحساب والقصاص. فواجب عليك أن ترد المال إلى صاحبه بأي وسيلة. وإذا كنت تخجل أن تقول إن هذا سرقة أو خيانة، فبإمكانك أن تستعمل طريقة تنفي عنك هذا الشيء، لأن تقول مثلا: أنا منت عليك واقترضت هذا المال من باب أنني تجرأت عليك، ولا واقترضت هذا المال على نية أني أرده إليك، والآن أنا أرده وأنت تسامحني. بهذه الطريقة يحصل المطلوب ويرجع المال.